السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خضرة ماد نايت، ورجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة باتل لاند. قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وادعمونا عشان نكبر القناة. هذه المرة حاطين مود جديد الليجندري، كل الأسلحة تطلع ليجندري، فرح نجرب المود، وهو المود سكواد. فعشان هيك فتنا أنا وخيي وإن شاء الله نربح. صار معي 188 كيل و25 فوز. اوكي كلنا نزلنا فارم، واللي معنا معهم سكنات منيحة، فان شاء الله يكونوا لعيبة. يعني احسن شنو كل الاسلحة ذهبية، كل الاسلحة مطورة اقوى. اوكي انا برا عندي ماجنوم، راح اخده انه في اقوى منه، بس القليل بالبداية بحمي حالي فيه. اوكي هون في هذا الرشاش اقوى منه، هذا رفيقي هون. انا بدي سلاح اقوى من اللي معي، راح ضلني انا على الرشاش احسن. طيب خيي معه سنايبر، 50 بتعطي دمج، هذا معه شوتجن اقوى بس، وهذا اللي قدامنا معه شوتجن، وانا معه رشاش. اوكي هون السنايبر قوية راح اخدها لانه قوية، هون في اي كي راح اخده. في 2 اي كي، اشوف جوا اذا في شي جوا. لا هون في اي كي تاني. طيب يعني حاليا ما لقينا حدا الا واحد فاتنا قتل. اوكي في هون حدا، اوكي انا متت. فين الزهر؟ هرب شكله. اوكي شكله قتلوه كلهم، فضيوا سلحتون. فين الزهر؟ هرب، ما اجى ساعدنا. شوفوا على الخريطة هرب فوق، بس هو هرب عشان ما يساعدنا. اوكي انا ما جبت ولا كيل، بس عملت دمج 101. هنجرب مرة تاني المود ان شاء الله نربح. عطوني 80 توكنز، بعد بدي شوي وبفتح صندوق. يعني راح نفوت دق تاني مثل ما قلت لكم. صار معي 25 وين، 12 دبل كيل، 1 تريبل كيل، 481 ايتم كولكتد مثل الهيل و يعني كل شي مع الجونز. لا بلا الجونز، الجونز كولكتد 307. فرح ننزل اندستريال. اوكي كلنا نزلنا اندستريال. انا اكتبولي بالكومنتات اذا سكني حلو او لا، اذا ما حلو بحط هداك الجيشي تاني. اوكي عندي سنايبر قوية رح اخدها، هذه اذا كانت اذا ما كانت ليجندري بتاخد بتعطي دمج 25، اذا هي الليجندري بتعطي 50، يمكن 50. طب هم ما في شي هون. اوكي حجي من الميل التانية وهرب هرب. اوكي عم بعاشر فيه ولا اوكي هون في فايت تاني. انا نوك ماشي. اوكي انا نوك. اوكي انا عايشونا، اجي حدا من ورانا. انا نوك، معاش في الرفين الاخضر، يا رب يساعدنا. اوكي معاش مالنا 7 طلقات وهيل كتير له، فلازم نهرب، لازم نهرب. هيل 35، هون في حدا بالبوش. اوكي اعطيته 26 بس متنا انا متت.
الفيلم الزاهر مات والكتيم كله مات، انا كمان هالمرة ما جبت ولا كيل. والمود يعني اللي بيجيب يعني اللي بيحمل سكار او السنايبر هيدي اللي كنت انا حملها او اي كي ليجندري، هو 3 اسلحة بربحهم اقوى اسلحة. فرح جرب مرة تانية ان شاء الله نربح، بس حدا من التيم يكون معه الاسلحة او اذا التيم معه هذه الاسلحة بيربح التيم، انه اقوى اسلحة بالمود الليجندري. طيب رح ننزل كامبرز بارادايس. كامبرز اوكي، نزلنا كامبرز بارادايس. طيب هون المنطقة كلها فيها بوش غدرات. اوكي انا نزلت على اي كي، واحد معي. انا متت انا متت انا نوك انا نوك. شو عارفين الازرق؟ رفيق الازرق يساعدني انه انا نوك، والاخضر نوك. انا معيش سلاح. اوكي كمان انا مرة تاني نوك، كنت عم باتلو لهيدا بايدي بس ما قدرت. لو شوف قديه هيلو 10 ضربة واحدة كان مات بالايدين بالبوكس. راح نفوت دقديوز انا وخيه، انه شكل المود صعب شوي. نفوت دقديوز او راح نلعب بعد مرة. انا معي فخ النار، هو مثل الزون بيعطي دمج، فما راح استخدمه هلا او راح استخدمه دق الجاي. طيب كامبرز بارادايس مثل ما نزلنا قبل شوي دغري متنا. انا ما بعرف نزلنا مرة تاني فيه لانه بس التيم ينقي كلنا ننزل مع بعض. ان شاء الله ينزل يا على اي كي يا على سكار. اوكي فيش حد اسلحة انا. اوكي هون في هيدا هيدا قوي هيدا. اوكي سلام سلاح قوي فينا اخد اي كي. انا اذا بلاقي اوكي هما في سلاح كما دول، اذا بلاقي احسن من السلاح لانه مش قوي بيعطي 10 يمكن. ما في ماجنوم؟ لا هيدا اقوى. في تحت ما في فيش اسلحة. اوكي الزون بعده عنا، في هونك ناس، في هون ناس. اوكي واحد معه اي كي، اعطيته 11. اوكي انا هيلي 11 هرب هرب، وهيلي 11. انا رجعت انا رجعت انا رجعت هيلي 11. اوكي هنا عايشه انه هيل 11 ما عندي هيل. اوكي لازم لازم لي الشيلد لانه ما معي. اوكي فين هذا الاخضر اخذ الشيلد. اوكي هم ما فيش حدا طلعت معي بس ناقصني هيل. اوكي هم في اكي بدي اروح اخده انه الاكي قوي بيعطي دمج يا 7 يا 6. هلا انا معي سلاح او ما من الاسلحه اللي قلتلكن عنها. اوكي السنايبر القويه معنا اياهم بالتيم، واحد معه البوم بوكشن. اوكي انا بقتله انا بقتله انا بقتله، ناقصني هيل كتير هيل 11 هيلي. اوكي انا هيل 11 ومعي 2 شيلد يعني هيلي انا 13. طلقة واحدة بموت من اي سلاح. اوكي هون في هون في هون في هيل هون في هيل. هلا بصير هيلي فل. طيب بعد في شوي ونروح عند الباكج. الباكج نزل عنا، انا عم بفتح الباكج. طيب ربحنا ايزي وين.
ايزي وين. طيب انا ما جبت ولا كل، بس خيي جاب كلان، ومعنا من الفريق واحد جاب كلان وواحد جاب كلان. انا ما جبت ولا كل لانه اصلا مرة بطحن يعني. كيف بعدنا مفتح الباكج طلع لي فيه 25 شيلد وعشرة وطلقات طلقات. اوكي فتحت الصندوق بس بده 11 ساعة. خيي فتح الصندوق طلع له فيه، طلع له يقوي سكناته، طلع له مشية المشروم. فرح نلعب دق ديوز، رح نلعب دق ديوز. وانا عندي مشية بس ما بعرف ليش مش حاططها. عندي مشية نسيت كيف حطها، معتقد من هون هون الفلاج. انا عندي مشية الريش ف نسيت كيف حطها. الفوت تابس، فوت ستابس هايدي، لانه لما كنت حاطط السكن القديم كنت اقدر احطه. يمكن هلا بقدر احطه مثل ما شفته، بقدر احطه. الباتل فلاج ما عندي، بس بعد السكن بس بقدر احطه لانه مطور. انت حتى لو بس طور هذا السكن بقدر احطه. راح نلعب، راح نفوت دق كمان، نفوت دق ديوز. بس بدنا نربح بهذا المود مرة تانية. بصير معي 27 وين. انا نربح بالديوز ان شاء الله. ننزل ديسكو. اوكي كلنا نزلنا ديسكو، بعد في بس الزهر. اوكي ديسكو منطقة حلوة فيها لوت منيح. ان شاء الله ننزل على اكي او سلاح قوي. اوكي انا نزلتش الديسكو، نزلت بالبارك. اوكي هون في اكي، هون في اكي، في اكي تاني. انا اخده وفوت على البيت شوف اذا في شي. اوكي في سكار ذهبي بالبيت اخدته. فينا الزهر نازل بعيد عننا. اوكي انا رح موت رح موت رح موت. جبت نوك، جبت نوكين تانيين، جبت نوكين زيادة. انا مع متت، انا نوك، انا نك، انا ساعدت الفريق ونك نك. يجر فينا الزهر ان شاء الله يساعدنا. مات مات، هاجم على سكواد لحاله. راح انا عملت شغل منيح، مدري كم نوك جبت بس رجعوا عايشوا بعد. بس ما بيأثر، جبت دمج 325 و هبدا منيح. كي راح نفوت دق ديوز هالمرة، انه هذا حتى دق ديوز. انا اللي معي. طيب كلز بعد مثل ما هن، صارت دروبس جاي بثمانية، وسبلاي كرييتس اللي بيطلع فين الاسلحة الليجندري 18. ننزل فارم او مايستري سايكل. مثل ما شفتوا بالحلقة الماضية فيها كتير لوت، منطقة منيحة ما بينزل فيها كتير ناس، بس هالمرة في كتير ناس نازلة فيها. هذا في دوائر بيض يعني ناس. فكان عند الشتجن القوي، عند السنايبر القوية. اوكي في حدا نازل معنا هون. هي اوكي روح انت من هذيك المي اللي انا بجي. حرام ضيعت طلقتين. اوكي عملت له ناك، ان شاء الله يطلع في طلقات لانه مش معي بعد ما 10. اوكي طلع لي طلقات، طلع لي 3 طلقات منيح. هو اخذ سلاح بس ما اوس فيه، ما بعرف ليش. ورانا اوكي في ورانا حدا، في ورانا حدا. اوكي انا بجي من الميل التاني، بجي من ورا. اعطيته 25، اعطيته 25، قتلته. نيزي صار معي كلين. بالزون بدنا نروح. اعطيته 25.
ماتت انا ماتت. فكأت له يا حرام حرام، جبت انا 3 كيل يمكن. اوكي انا جبت كلان، خي جاب كيل. هو لو ما اجا من ورانا ديوس تانية كنا قتلناهم. انا سنايبر القوية فادتني مثل ما شفت، بتعطي دمج عالي. فرح نحط سكواد عادي نشوف، انه سكواد الليجندري شكله صعب شوي، لانه اذا واحد اذا التيم هجم علينا معه اسلحة القوية، 3 اسلحة اللي قلتلكن عنهم دغري بنموت. رح نفوت دق عادي وان شاء الله ان شاء الله نربح. وهلا بلش الدق، نزلنا فارم، واللي معنا معنا سكنات ليجندري فشكلهم لعيبة. انا هنا السكنات الليجندري بيطلعولهم بالصناديق. اوكي انا عندي طلقات وشاتجن وماجنو، بس الماجنو مش قوي. راح اخد الشاتجن، هون بيكون في اسلحة. انا اخدت اكاي بالبيت، ما شكله في شي. اوكي بالبيت في باكج سبلاي كرييت، طلع لي فيه هداك السلاح بس ما بدي لانه مش قوي. او باخده بغرق، اخدته محل الاكاي. هذا السلاح ليجندري قوي، بعد 11 يمكن. هذا اللي معنا الاخضر بعده ما معه سلاح. قبل هلا اسلحه تمام، بس واحد ما معه سلاح. هون بكون في بالبوش، هاي كمان ما في حدا. اي والله قوي هذا السلاح اللي اخدته. اكلم مع فخ التلج، اذا كان الزون صغير وهجم علينا سكواد بحطه نجمدهم فيه. هلا ما في حدا، انا ما معي ولا كيل. اوكي بلا بلا، اوكي مات 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 مات. اوكي قتلناه، بس مش انا اللي عملت له نوك. هون ما في حدا، هون اندستريال بعد ما فتناها. هون بكون في كتير ناس بالاندستريال. انا بدي البيوت تاع الاندستريال بكون فيها اشياء منيحة. هون ما في بيوت، اندستريال تحت. هون نص الاندستريال. هلا بعد ما لقينا حدا والفارم خلص، خلصناها للفارم. فالزون بعيد عننا فرح نروح. وكان في طلقات بس اوكي. وصلنا للزون، وصلنا للزون هنشوف فيه. اوكي في باكج. اوكي رح اخذ الطلقات لانه ما معي. ان شاء الله هون يطلع كمان في دروب. اوكي هون في دروب، لا ما في دروب. في هونيك سكار راح اخده، نقو من اللي معي. هيك بصير معنا خيي مع سنايبر ذهبية، بتعطي دمج 50 امرار 25. هي اذا شحنتها كلها بتعطي 50، بس اذا ما شحنتها كلها بتعطي 25. انا مع سكار فتمام. هون ما في شي لهلا. انا بعد ما معي ولا كيل، الباكج هنيك برة الزون. بس ان شاء الله دي بيكون في ما يطلع فيه ار بي جي. انا بياخدها بتاعتي 75. هي كمان في سنايبر بس مش مطورة، واسلحتنا منيحة. بس هيدا فين الاخضر لازم ياخدها لانه سلاحه مش منيح. ما في شي كمان. اوكي بعد في 8، بعد في سكوادين. في حدا؟ لا بعد في سكوادين، بعد في 7 تو تيمز. بعد في بعد في سكواد، نحنا 4 وبعد في 4. اوكي هون ما في حدا. اوكي هون بلا بلا تحت تحت. ما سكار دهبي، ما سكار دهبي. اوكي عملت له نوك، عملت له نوك. انا
نوك خسرنا، حرام على اخر تكة. انا عملت نوك للاتنين التيم بس ما جبت ولا كيل. خي جاب كلان وجبنا دمج 126. رح نلعب بعد داء، وبلشنا داء ليجندري، المود الليجندري، ونزلنا كامبرز بارادايس، المنطقة اللي فيها غدرات كتير. اوكي انا قدامي في فماس رح اخده، في شاتجن بس الفماس بحسه احسن. كان في 6 طلقات. اوكي تبي تبي تقتلك تقتلك. اوكي لا 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 متت 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 متت. اوكي انا ناك، عاد في الزهر والاخضر جاي يساعدني. انا في الزهر ساعدته. اوكي اعطيته اعطيته 8. اوكي انا ناك، اوكي معيش رفقاتي. ناقصني ناقصني هيل كتير. اوكي عطيته عطيته نوك، معي كل عطيته هيدا نوك اللي هون. اوكي ما معيش معيش سلاح معيش سلاح، لازم لازم اقتله هيدا. معيش سلاح. اوكي ما معي كده ذهبي. متت متت متت. معيش كار ذهبي، واللي مع اللي وراها معيش كار ذهبي. اوكي جبت انا كلان صراحة، في ماس كتير قوي، رح صير دايما استخدمه بالمود الليجندري. طيب وبلشنا دق ديوز، ونزلنا ماستر سايكل انا وخيه، المنطقة مثل ما قلت لكم فيها كتير لوت واسلحة منيحة. كان عندي شيلد وعندي السلاح، هاخد السلاح قبل الشيلد انه قبل بحمي نفسي بعدين هيدا. اوكي ما اخدت الشيلد. انت وينك؟ قتلوك ولا عم يقتلوك؟ العيب. اوكي انا متت انا متت، شكلي متت. اوكي قتلته. ليش قلت شكلي متت؟ لان السلاح عن جد ولا خصو فيها. خد هيدا، اخدت ال خد هيدا هيدا اللي هون، اخدت السنايبر اقوى بتاعتي 15. اخد الشاتجن اقوى من السلاح اللي اخده. 3 3 3. كمان بوصل له شاتجني. اوكي وصلت له، رح اخد السنايبر القوية احسن. بوصل من بعيد. هون في حدا؟ لا. هونيك في اكا، اذا ما عندك طلقات بالاكا تاخده نجدد واحد. انا رح ضلني على سنايبر واحد. اذا بدك خد اكا، كنت اثنيناتنا عم نرش ايه بس السنايبر. طيب يلا هاخد الاي كي. هلا انا معي كيل وخي معك كلان. بعد في بعد في 19 الواحد. ايه والله بالاي كي احسن، نحن اللي بدلت. ان شاء الله ما يجي حدا يساعده، لكن راح اخد السنايبر. كان ناقصني هيل، هيلي 61. وانا كمان انا انت هيلك اقل. كان في سنايبر اسمه راح اخدها. المشكلة الاكي والسكار بيجي فيهم طلقات قليلة، بيجي فيهم 50 طلقة بس. الزون بعيد فراح نروح بديش كون. اكيد نزلي عالم واخدي كل شي. هون في هيل، في هيلان جوا، في طلقات. اترك خد هيدي الطلقات. طيب هلا راح نفوت نحن على البارك، الكامبرز بارادايس.
اوكي وصلنا وصلنا على الزون مع كل طلقات صار معي منيح، بس ناقصني شيلد. شيلد يعني مش مهم كتير بس بيزود لك. كمان ما فيش حدا هلا، قعد فيه 16، 16 واحد، 14، 12، قعد فيه 12. هنروح على الزون، الباكج قدامنا دغري. اوكي مات مات مات، راح اخد لسك. اوكي انا نوك، انا نوك. تلا تلا، وراك وراك في حدا. عيشنا عيشنا، انا معي رصاص. اوكي انا نوك وخسرنا لانه خيمة معه سلاح، بس هو خيمة معه سلاح، انا معي سلاح بس ناك. وخي جاب 4 كيل، انا جبت كيل وعملت دامج 427، وخي جاب دامج 688، وجبت 27 تروفي. وال طلعت الصناديق ما عم يعطوني لانه طلع الصندوق عم يعمل لودينج لحتى يفتح، بده 11 ساعة، 41 دقيقة، 12 ثانية. وبس هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى إذا عجبتكم عجبتكم حطوا لايك، إذا ما عجبتكم اعملوا ديسلايك، إذا أنتوا جاد على القناة اعملوا سبسكرايب لأنه متأكد هالقناة رح تعجبكم. بعتقد اليوم أنجزنا، ربحنا ولعبنا منيح. السلام عليكم.